يا رسول الله، يا يتيما واليتم دمع وضعف، كيف دانت لضعفك الأقوياء. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني، أم إلى عدو ملكته أمري؟ لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. يا الله يا الله يا محمد رضي الله عنك، يا محمد صلى الله عليك وسلم، يا محمد يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هذا قضاء وقدر ولا مفر، لابد من تمحيص أجيال البشر، حتى إذا الليل اعتكر واستهول الركب السفر لاح القمر. لابد أن يستنفذ الليل دجاه، لابد أن يستوفي البغي مداه، ورغم فقد النور في كل اتجاه كانت يمين الله تدني للورى طوق النجاة. محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، طوق النجاة للحياة، طوق النجاة للحياة، طوق النجاة للإنسان، طوق النجاة للإنسان، رحمة الله للعالمين. يا الله يا الله يا الله، سبحان الله سبحان الله. وقف عندك يا زلمة، انت مش قلت هتنزل خميم؟ اجرتك واخدتها، ملكاش صالح انت. وقف عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين الدين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين؟ واحد من عباد الله. خير؟ عاوز إيه وجاي لمين؟ قلت لك واحد من عباد الله، لا أعرف حد هنا ولا لي مصلحة بحد. هتدوني شاي ولا أروح لحالي؟ وماشي كده في انصاص الليالي وما خايفش؟ أنا متوكل على ربنا، أخاف من إيه وعلى إيه؟ صح، كلنا متوكلين على ربنا. جرب جرب، ده في يدك، اديله كوباية شاي أبو عمو. صدق كتر خيرك. لا لا ماليش فيه يا أبو عمو. هنعمل ايه يا حاج؟ العمل عمل ربنا يا حجة، مفيش في ايدينا حاجة نعملها. الحكماء بحر ومجبل شافوه، قلتوا عين
لفينا بيه شرقة وغربة وبرضه ما فيش فايدة. قم بينا يا ابوي، أنا حلفت بالله لن تنبيت عندي الليلة دي. حلفت قبلك وخلصنا خلاص، يلا توكل على الله، خلونا ناخد لنا غفوة. طب حلفان على حلفانك. والله ما تحلف. كتر خيركم، كرمكم زايد. الحكاية كلها ساعتين على الفجر يعني، مش مستاهلة. يعني لا راضي تقول لنا أنت منين ولا رايح فين ولا حتى راضي تقول لنا على اسمك. اسمي خلف. خلف الله. عاشت لسامي وأنا غرابلي ودول ولد عمي فرج ودغار. زين الرجال، تصبح على خير. عايز حاجة قبل ما نمشي يا خلف الله؟ أنتوا ما يلزمكمش حاجة. يلزمكم الستر. وأنا هدعي ربنا يسترها معنا جميعا. آمين يا رب. آمين. تصبح على خير يا خلف الله. أنت من أهل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. حول الله يا ربي، العمدة رجع بالولد واحنا قلنا ربنا هيكتب له الشفاء ببركة سيدنا النبي. الله يكون في عونك يا حاج، لا حكم نفع ولا مشايخ. طارق ده ولد موت من يومه. طبعا اعوذ بالله من فلك السم يا شيخ، ليه هتقول كده؟ اعفي عنه، اعفي عنه يا كريم. آه يا زمن وآه، قال لي الزمان انت مين؟ انا قلت عبد الله، اداني ربي أمانة شلتها في سرة، سرقوها مني العباد، أنا قلت خلف الله، واللي يضيع النهاردة يلتقوه بكرة. آه يا زمن وآه. أهو زي ما رحنا زي ما جينا. استغفر الله العظيم يا رب، الولد عيروح مني مش عارفة أعمل إيه. والله يا خيتي عدعيله ليل ونهار. فين؟ في أسيوط؟ مشايخ تاني؟ لا أنا لا رايحة ولا جاية، كلهم زي بعضيهم، محدش عارف الوجيعة فين. ونجيبه منين خلف دي؟ وعتقولي مالوش مطرح؟ أسأل مين؟ كتر خيرك يا خيتي، ربنا يتولاه. مع السلامة. عتكلم مين؟ دي خيتي، عتسأل عملنا إيه؟ وعتقولك على شيخ تاني؟ أيوة، عتقول عليه بتاع ربنا، بس محدش عارف له مطرح، كل يوم في بلد. واسمه ايه الشيخ ده؟ خلف الله. هتسأل عليه؟ نسأله، ربنا يعفو عنه ان شاء الله. أنا ما مصدقش اللي هتقولوه ده، الشيخ خلف الله كان هنا ليلة امبارح. كيف؟ إحنا لقيناه داخل علينا بعد العشاء وقاعد معانا، وروحنا وسبناه بقيت مطرح. وما كانش راضي يقول على اسمه، ولا رايح فين، ولا حتى جاي منين. يمكن ما يكونش هو. لا هو، ما شفتش عينيه عاملة كيه؟ ما تقدرش والله العظيم يا عم الحاج تبص فيها. ما
تتنفض على طول. يا ابوي على المعر، ده راجل غلبان وعلى باب الله، غرب لي بس اللي قلبه خفيف. ايه مار، هنفضل طول النهار نقول هو ولا مش هو لما الراجل يروح كده ولا كده؟ يلا يا امو هات الراجل وتعال يلا. اها ده الكلام ده الشاي، روحوا اياهم يا اخي. الحاج متعلق بقشاه يا ولد عمي. خلي عينك على الطريق وخلاص، احنا برضه ما تحققناش منه في الضلمه. شايف شي؟ العربيات كلها واقفه، تلقى في كمين قدام ولا حاجه؟ يوه وهو ده وقته. في ايه قدام يا ولد العم؟ في حادثه عربيه انقلبت بيتي. وفي حد عايش؟ هيقول عيله صغيره. معودين ليه؟ حادث على الطريق؟ طب تعالوا. هقول ايه يعني؟ الامر لله، على السلامة. يعني يبقى جاي لحد عندنا وما عارفينش نجمعه؟ ربنا وحده اللي يعلم اذا كان هو ولا مش هو يا حجة. يا عم الحاج، يا عم الحاج، عاوز ايه يا شمندي؟ واحد هيقول اسمه الشيخ خلف الله. هو يا حج؟ استني بس يا حجة، خلف الله مين يا شمندي؟ ما نعرفوش يا حاج، نقول له امشي. لا استنى، الشيخ خلف جاي من نفسه يا حج. استنى يا حجة لما نتوكد. انا متوكدة، قلبي هيقول لي انه هو. دي لو جرى لها حاجة ولدك ما تكملش يا سيدنا، صايقة عليك النبي. يلا يا حج، يلا الحق على جوامع من المعروف. حاضر حاضر حاضر. الو، ايوه ده غار. فين انت؟ لا ارجع، هقول لك اسمع الكلام اللي هقول لك عليه. خد البت وديها المستشفى، البت اللي قلت لي عليها زي ما قلت لك، وديها المستشفى وانا هكلم الدكتور عشان يعمل اللازم. يلا، وانا على طول مسافه السكه وهحصرك. على السلامه. اتفضل يا سيدنا اتفضل. بسم الله
بيتك ومطرحك. تعال شمندي. اقول لك يا حجه، مسافه السكه، اوصل اطمن على البنت وارجع على طول. ها تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. ايوه يا دكتور، هي جايه في الطريق. اعمل اللي ربنا يقدرك عليه يا حياه ابوك. ايوه بنت، ما بتصدقش ليه؟ ربنا يخليك يا دكتور، ما تخليش من جهتك حاجه. لو عايزه ننقلها مصر نقولوها، وانا جاي على الطريق على طول. مع السلامه. استنى شويه يا سيدي، معايا الصفه. ايه وحزني والعمدة فيه ولا فيه؟ انت مخك دخل ليه؟ اقول لك العمدة كان هيتكلم على البنت زي ما تكون بنته، وكان كلامه كله مخربط. انت تعرف منين ان هي دي البنت؟ هي دي العربية اللي دغر قطارها من مطرح الحادثة. اشرب يا حاج. انا ما عارفاش ايه اللي جرالي، لقيت جسمي سايب ورجليا ما شايلانيش. والله وانا كمان يا حاج، اول ما شفته كنت هغمر. الرجل ده عامل زي المارد. وانت كنت شفت المارد قبل كده؟ لحد دلوقتي ما مصدقاش اللي هيحصل. احنا نقعد وندور عليه وهو ياجي يخبط علينا؟ عرفنا منين؟ وعرف قط الواد من غير ما حد يقول له كيه؟ الناس دول يا حاجه مكشوف عنهم الحجاب، هيسمعوا وهينظروا حاجات كتير. الجن اللي مسخرينه يا حاجه بيدلهم على حاجات كتير. اللهم احفظنا، استرها يا رب. قوم يا بنت طلي عليه، شوفي هيعمل ايه، ولا هتخافي؟ انا لا اخاف من جن ولا عفاريت. والله يا حاجه البنت دي مخاوياه وهتكلمهم كمان. امال هي جوزها هج منها ليه؟ عشان طلعوله. ألف حمد وشكر ليك يا رب، ألف حمد وشكر. الحمد لله، الحمد لله.
شاء الله حيغفى عمده، حتفرح فيه. راح عليكم ان شاء الله. هيك انا سمعت ان الشيخ خلف ده له كرامات كتير قوي وما هياخدش مليم احمر من حد. يا بخته ان الشيخ خلف يخطي عتبه بيته. ان شاء الله يبقى زي الفل على ايدين الرجل دي. ما شفتيش وشه منور كيه؟ يا رب. الحاج يا بنت. عملت ايه البيت؟ طمن يا حجة، البنت مليحة. عقبال ما نشوف طارق يا حج. إن شاء الله يا حجة، إن شاء الله. أنا لا شفت ولا حشوف حد زي سيدنا. من ساعة ما شفته ما عرفاش أتلم على جدتي. الله أكبر، الله أكبر. هو لسه في ناس صالحة ومبروكة كده؟ مال يا حجة، مال. الكون ما شاء الله لسه عمران. أنا حاسة إن الغمة هتنزاح والواد هتتكتب له السلامة بفضل ربنا والشيخ خلف الله. عشمنا في الله كبير. قولي لي، هو ما طلعش لحد دلوقتي؟ ولا فتح الباب ولا حد قدر يطلع الدور كله. إحنا قاعدين تحت والناس زي ما شفت كده برا قاعدين هيدعوا له. ربنا يكرمه بحق جاه النبي. الوكل زي ما هو. عقلي هيشت مني. الراجل اللي ثلاث ايام قفل على نفسه وعلى ولدي. عايز اطمن على ولدي يا ناس. هو كيه عيقعد ده كله لا وكل ولا شو؟ يا ست هو حر في روحه. ما ينفعش الحديد ده. استهدى بالله يا حاج. احنا صبرنا كتير وعشمنا في ربنا كبير. وادي يكون جرى له حاجه والراجل ده نايم فوق وعمال يشخر كمان. لا انا لازم اطلع اشوف ايه الحكايه. سايق عليك النبي. اصبر شويه. استهدى بالله كده. تعال اقعد. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم يا رب. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم يا رب. ليه بس كده يا رب ليه؟ ما تعملش في نفسك كده مال. ده امتحان من ربنا يا حاج. وان شاء الله فرجه قريب. والله والله ما كانت ناقصه خلف الله ولا عوض الله. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين. إذا مرضت فهو يشفين. الذي يميتني ثم يحييني. الذي يميتني ثم يحييني. الذي يميتني ثم يحييني. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. الذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين.
خلف ده طلع نصاب مقرف، وبكره تقوله فرج جالها. الراجل ده حد مفطمه على موضوع طارق، ودخل علينا وعلى الحاج على انه ولي وهيلعب العفاريت. لفنا كلنا وبلف الحاج وخلاه زي الختم في صباع الخنصر ده ابن المركوب. وبكره تشوفه، بكره يخرج من الاوضه اللي حابس نفسه فيها دي ويلهف من الحش باكو. باكو ايه؟ قال لها 30 40 باكو. قال لها 30 40 باكو ويعمل الحج سليوه، وكل يوم والتاني عينط. حتى لو كلامك ده طلع صح والله ما سيبه الا مقطع فرطه. ما 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 يا حاج طارق عند حبايبي. طارق انت عليك فين؟ يما استني، هتدخل على الرجل وهو نايم جوه؟ ولدي طارق، طارق ولدي رجع لي يا حاج، ولدي رجع لي. انا مالك علي يا حاج، الواد تعبان. هو انا نمت كتير؟ هو انا عيان؟ لا يا ولدي انت بخير والحمد لله. صح يا حاج. لا خليه نايم ويصحى لوحده. تعال يا ولدي، تعال يا ولدي في حضن ابوك. تعال اجيب لك ايه تاكله؟ 3 ايام يشرب كوبايه لبن عنيزه صغيره وسليقه فروج وبس. يا رجل حرام عليك، ده عمدتنا مفيش زيه في البر كله. مرحبا بكم، مرحبا بكم. اهلا وسهلا منورين. اهلا وسهلا. اهلا يا عمدة. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. تفضلوا تفضلوا. يا مرحب يا مرحب يا مرحب. اهلا مبروك. الله يسلمك. تفضلوا تفضلوا تفضلوا. امال الشيخ خلف فين؟ ما كان زيه كلمة عاني ونستبرك بيه. جمعة ما خرجش من مطرحه، وهو ما رضيش ياكل الا النابت والعيش. وانا ماسك في ايديا واسناني عشان يقعد معانا اسبوعين ثلاثة، مش عايز يقعد. امال عايز يمشي ولا ايه يا حاج؟ والله ما يحصل ابدا، ده احنا ما صدقنا
نلقى راجل صالح وكله بركه زيه، دي البلد كلها عايزه تبني له بيت هنا وسطينا. دي البركه حلت علينا كلنا يا حاج، حتى العزب اللي حوالينا حسدنا عليه، يبقى نسيبه يمشي كيف؟ والله ما يحصل ابدا. ايه يا شيخ نور؟ نعم. ما تسمعنا حاجه في حب النبي مال. حاضر. مهلك يا ولدي، واحدة واحدة. واه، ما تسيب الولد يا حاج، خليه يرتاح شوية. ما هو معايا. ها انت تعبان من حاجة يا طارق؟ لا انا عاوز اكل حالا. هجيب لك السليقة. لا انا عاوز اكل فتة. لا الفتة بعدين. خلاص ما واكلش. بكرة تاكل كل اللي نفسك فيه يا حبيبي، بس واحدة واحدة. اقول لك ارمى حتة دلوك على قطك واتفرج على التلفزيون، والمفضه هجيلك. معاه يا شمندي. هنا يا عم الحاج. معاه. اه على مهلك يا ولدي، على مهلك. قلبي واكلني على الولد يا حاج، حقنا ما كناش نزلناه النهارده، هو احنا ناقصين. هو سيدنا هو اللي قال لازم يخرج الناس يشوفه وهو يشوف الناس. ما تخش تشوف سيدنا لو كان عايز حاجه وقول. هقول بس يا ريت يوافق. هيوافق. ادخل. كتر خيرك يا مولانا. وبعدين يا حاج؟ عايزين نستبارك يا سيدنا. سيدنا؟ سيدنا هو سيد الخلق أجمعين، محمد عليه الصلاة والسلام، وإحنا كلنا عبيد عند الله سبحانه وتعالى. أيوة يا شيخنا، والله ما أنا عارف أقول لك إيه ولا أعد لك إيه. قابلت ناس زي نصابين كتير، مش كده؟ أيوة يا شيخنا. ما فيش أسهل من إنك تنصب على الناس باسم الدين من يوم ما ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق لحد دلوك. مش يمكن أكون منيهم؟ لا لا سمح الله، ما تقولش كده. ده لو فيه اتنين تلاتة منك كانوا مالوا الدنيا دي كلها خير. وانت تعرف العفش من الزنك ايه؟ من السبحة والدجل؟ ما يعلمش المخفي جوا القلوب إلا اللي سطر المكتوب وختم القلوب. بعدين أنا ما عملتش حاجة لولدك، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي أراد له الشفاء. على يدك يا سيدنا. استغفر الله. هو ربنا محتاج عبد من عباده يقول للشيء كن فيكون. صدقت يا شيخنا صدقت. بقول يعني الناس بره نفسهم يشوفوك ويستباركوا بيك وفاكرين ان انا اللي حايشك عنهم. لو هيضايقك بلاش. انا هصلي العشاء واسلم على طارق
وتوكل على الله. لا ورحمة الغاليين ما يكون. عايزين نتمتع ببركاتك. أقول لك إيه، أنا هبني لك بيت جاري وتقعد فيه. هتبني لي بيت؟ تعرف تبني لي بيت من غير سقف ولا حيطان؟ اللي أنت عايزه قول لي عليه وأنا أعمله. بعد العشاء هقول لك على اللي تعمله، روح لحبايبك. طيب مش هترضى عننا وتاكل من وكلنا؟ هاكل من وكلك دلوقتي يا مولانا يا بنت. بس يلا خلصوا، الشيخ عايز واكل. نابت برضو؟ لا نابت ايه؟ طلعوا كل اللي عنديكم، ان شاء الله تذبحيه خروف حتى. يسند قلبه دلوق وخلي الخروف على العشاء. طب يلا شاهد وجوار. شباب عندك لحم قد ايه؟ خربنا يا كتير يا حاجة. ها؟ جدع يا بنت يا شباب، ده الراجل عايش على نابت اسبوع. شوفوا ما دخلوش اللحم وهو ياكل على كد نفسه. سلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. ألف مبروك يا حاج. خطوة عزيزة. أهلا. ربنا يعز مدارك. أهل. والله كنت أدعي لولدك الليل قبل النهار. تفضل تفضل. ولدك ابن حلال، بسم الله ما شاء الله كل الناس هتحبه. عملك هو اللي نجاه وليه رجاله. كلامك مليح يا حاج، والله الخلق كلها كانت هتدعي لطارق اكتر ما هتدعي لعيالها. تفضل يا حاج. حي الله. تفضل تفضل. بلاش يا بلاش يا بلاش يا بلاش الراجل يا بلاش يا بلاش. اه جليلي اصلي ما تماشيهوش. طلع ادخل. السلام عليكم يا سيدنا. استغفر الله، ما تحملني الذنب يا حجة. العفو والسماح يا سيدنا. سيدنا أنا اسمي خلف، خلف الله. اتفضل الوكل. اتفضل يا مولانا. عنك. ده كتير. حاجة على قد ما جوزهم كده بالهنا والشفا. كتير كتير. قم قم. حاضر. خليكي جنب الباب لمولانا يعوز حاجة. عناية يا حجة. طيب البركة ده نسلم عليه ونستبر بيه. والله يا حج من طلعة الشمس وانا عمال اترجاه ينزل للناس ما رضيش.
الراجل ده بركة، مرات المشايخ كتير، اللي قال 5 واللي قال 10 واللي قال 20، ولو كانوا طلب أكتر من كده كنت اديتهم، لكن الراجل ده على بيمين ما طلب ميلة محمد، كل اللي بيعمله عايش على النابت. نابت؟ ايه، هو صح لنابت كد كده، ما فيش أكتر منه. يعني ما طلبش عجل أصفر ولا ديكو حمار؟ ولا فروجة حتى. ده مرضيش ان احنا نبخر، قال البخور ضرره اكتر من نفعه، هيتعب الصدر. يعني الحديث اللي هيقولوا عليه ده ان راجل بركه صح، لكن استبرك بيه كلنا. على بيمين خبط علينا الباب لوحده كده، ولا ده غلط؟ صح يا حاج. وهو بيقول انه عايز يمشي النهارده. يمشي أعمل لك قهوة يا سيدنا؟ يعملي سادة؟ سادة وترجيني روح أعملي القهوة. روحي. يا رسول الله انت.
على ما تصلوا العشاء حيكون الوكل على الطبلية، أنا محضرة كل حاجة. شيخ خلف مش في أوضته. إيه؟ راح فين؟ راح لحاله يا حجة. زي ما جه لحاله. راح لحاله. راجل مبروك صح. واه. مش كان وصعنا ولا قال لنا هنعمل ايه؟ اللي يعمله ربنا هو اللي هيكون يا حجة. ده طاهر فهماني؟ البيت ده طاهر وحيفضل طاهر. شغل لي نشرد لك جبندي اللي في المسجل، بحب اسمعه.
اهلا. تفضل تفضل يا سيدي، تفضل تفضل. تفضل يا سيدي، تفضل. خير؟ خير إن شاء الله، خير. أنا عارف إني ما يحقليش إن أنا أعمل اللي عملته ده، وعارف إن أنت هتعذرني لما تعرف انا ليه عملت كده. يقعد عمر يا سيدي. تشرب ايه يا سيدنا؟ ميه. بتوكت ياسمين شابه زينه هتدرس في الجامعه، جت من مده وقالت عاوزه تحجب، قول لها البركه. بعدها بمده جت وقالت لازم تنجب، طوعناها. بعدها قفلت على روحها، امها سمعتها وهي بتتحدد مع ناس، دخلت عليها لقيتها لوحديها تايهه. الحكيم قال دي حاله نفسيه، اداها دواء. حالتها بقت في النازل، بقت تجري زي المدبوبه عريانه، لو حد مسكها تصرخ وتشد شعرها. قفلنا عليها الباب، بقى لا حد ينظرها ولا هي تنظر حد. خفنا لحد يشوف المصيبة بتاعتنا دي والبت يوقف حالها. الناس كلها هتحكي على كرماتك يا سيدنا، والوقت طارق ورد الشوال طاب على يدك. ما تحرمناش ما تحرمناش يا سيدنا من كرماتك دي، وطلباتك كلها مجابه. طلبت ميه وشربتها، سلام عليكم. سلام يعني ايه؟ يعني دواها مش عندي. يعني الوقت طارق دي اللي ما كناش عارفين هو مريض بيه، شفي على يدك وبتوخ تاني، انت عاجز عن اللي تشفيها. اقعد حلفتك بالله، البيت فوق حالها يقطع القلب، وامها عتموت روحها. قال له شوفها زي طارق وان شاء الله الشفاء هيكون على يديك. ما عنديش غير اللي اديته لطارق. جرب جرب يا سيدنا، مش هنخسر حاجه. وانا تحت امرك، طلباتك كلها مجابه، والاوضه بتاعتك مجهزه بالمجاميع. اقعد اسبوع اثنين ثلاثه زي ما انت عايز. قلت ايه؟ قلت ايه يا سيدنا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف حلت البركة علينا يا سيدي.
عارفين ايه اللي جرى لها، فجأة بقت كده. ان شاء الله ربنا يشفيها على دين سيدنا. تعال تعال يا سيدي، سيدنا ياخد راحته، احنا جنبك، بربة تحتاج حاجة. قوم الطول لعبه. خير يا سيدي؟ هي نايمة دلوقتي. اوعى حد يدخل عليها ويصحيها، ان شاء الله هتكون رايقة. طب استنى بس، ما فيش في يدي حاجة تانية اعملها. نجيب عربية توصلها. سكتي عارفها. ما تقوم الطول لعبه.